القائد احمد مراد من الحرس الجمهوري. حرس الشرف جاهز للتفتيش الفصل. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضيف مصر الرئيس الأدري إلهام علييف، حيث استعرض رئيسان حرس الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين. ومشاهدينا، ترتبط مصر وأذربيجان بعلاقات وثيقة وروابط ثقافية مشتركة، ويذكر أن هناك توجيهات واضحة من قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، من بين هذه المجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والري والتعليم. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، زيارة هامة للرئيس الأدري، ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد قام بزيارة تاريخية إلى باكو في عام 2023. كيف ترى توجيهات قيادتي البلدين لدعم العلاقات بينهما في عدة مجالات في الفترة القادمة؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد نحن نتحدث عن زيارة تاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أذربيجان، دفعت العلاقات الثنائية للتطور وأيضا فتحت آفاق جديدة لهذه العلاقات. أول رئيس مصري يزور أذربيجان كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2023، ومن ثم وجدنا انطلاق أيضا لآليات التعاون الثنائي سواء على صعيد الاجتماعات الخاصة بالمجموعات الوزارية أو على صعيد طبعا الأدوات الدبلوماسية المختلفة، ومن ثم أصفر هذا التعاون في الحقيقة على عدد من آليات التعاون وأيضا فتح آفاق للتعاون في العديد من المجالات. أيضا الشهر الماضي تم عقد اجتماع في القاهرة مع يعني عدد كبير من المسؤولين، زار وفد من أذربيجان القاهرة أكثر من 20 مسؤول في عدد كبير من المجالات سواء مجالات الزراعة، الطاقة، مجالات أيضا الصحة والصناعات الدوائية، مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات. وطبعا هذا كان في يعني ضيافة أو في حاضنة وزارة التعاون الدولي، وتم التباحث في الكثير من الملفات تمهيدا لهذه الزيارة. ومن ثم هذه الزيارة في الحقيقة يعول عليها كنقطة انطلاقة
جديدة في بناء شراكات اقتصادية وتجارية وأيضا فتح مجالات تعاون جديدة، وبالتالي أتوقع أيضا أن سوف يكون هناك المزيد والمزيد من المجالات الرحبة للتعاون، خاصة أن أيضا أذربيجان تحتاج أيضا للخبرات المصرية الآن في مثلا الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والتمويل الخاص بالاقتصاد الأخضر، مع استضافة أذربيجان لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في نسخته الجديدة، وبالتالي أيضا مصر صنعت إنجاز مهم جدا خلال COP27، وبالتالي من الممكن أن تنقل هذه الخبرات، وهذا في الحقيقة محور نقاش هام للغاية ما بين البلدين فيما يتعلق بنقل تجربة COP27 لأذربيجان، لأيضا تحقيق نجاح في COP29 الذي تستضيفه أذربيجان، أيضا على صعيد طبعا ما يتعلق كما كنا نتحدث الصناعات الدوائية، هناك اهتمام كبير جدا في فتح آفاق تعاون في هذا المجال، ما يتعلق بالطاقة النظيفة، النقل البحري أحد أهم مجالات أيضا التعاون التي تسعى أذربيجان لي أيضا إحداث نوع من أنواع الزخم في التعاون في هذا المجال مع العلاقات أو مع الدولة المصرية، وبالتالي أمور كثيرة جدا، هذا على الصعيد طبعا الاقتصادي. على الصعيد السياسي نحن نتحدث عن الدور المحوري للدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، والجميع حينما يأتي للقاهرة بالتأكيد يبحث مع القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مسارات العمل السياسي المتعلقة بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وبالتالي أيضا طبعا بالتأكيد الشق السياسي أيضا حاضر وبقوة خاصة فيما يدعم قضايا الاستقرار في المنطقة وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية. طيب في هذه النقطة تحديدا، إلى أي مدى يفيد وجود مصر وأذربيجان في منظمات دولية مشتركة في دعم القضية الفلسطينية؟ هناك العديد من المنظمات التي تجمع البلدين مثل منظمة التعاون الإسلامي، اليونسكو، غيرها من المنظمات الدولية. مصر في الحقيقة منفتحة على الجميع في فكرة التعامل وحشد الرأي العام لدعم القضية الفلسطينية، وبالتالي مصر منفتحة على كافة الأصدقاء والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل المشترك، سواء داخل أروقة الأمم المتحدة، طبعا منظمة التعاون الإسلامي، داخل حتى الاتحاد الأفريقي، جماعة الدول العربية، خلال كافة مسارات العمل الممكنة مصر تعمل وتحاول حشد كافة الجهود، وبالتالي بالتأكيد مصر تحاول طوال الوقت حث كافة الأطراف الدولية والإقليمية والدول الصديقة والشقيقة على لعب أدوار أكثر إيجابية فيما يتعلق بدعم السلام والاستقرار وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وبالتالي بالتأكيد أنا أعتقد أن اليوم في هذه القمة التي أيضا هي قمة من الممكن أن نصفها بأنها تاريخية، لأنها أيضا تأتي بعد انطلاقة قوية لهذه العلاقات، أعتقد أيضا أن الشق السياسي وعلى رأسه ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أيضا محور نقاش مهم للغاية ما بين القادة، ومصر من المؤكد أنها تؤكد على ثوابتها طوال الوقت الخاصة بدعم القضية الفلسطينية، سواء فيما يتعلق برفض التهجير القسري، إيجاد حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، طبعا رفض مصر لسياسات التجويع التي يمارسها جيش الاحتلال تجاه أهالينا في قطاع غزة، غيرها من ثوابت مصرية، وأيضا دور مصر على صعيد الوساطة والدور السياسي والدبلوماسي وغيرها من أدوار يتم استعراضها مع كافة الشركاء، وأيضا نحتاج لدعم كافة الدول حول العالم لهذا الدور المصري المحوري، يجب أن يكون هناك دعما دوليا وإقليميا لهذا الدور المهم الذي يحافظ على بقاء القضية الفلسطينية ويمنع فكرة تصفية القضية الفلسطينية. طيب المجالات الوعيدة التي تنتظر تعزيز الشراكة بين مصر وأذربيجان تحت مظلة لجنة التعاون المشتركة، تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، هناك مجالات أخرى أيضا فيما يتعلق بالمجالات الثقافية، مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مجالات الري والبترول والطاقة أيضا. بالتأكيد يمكن في الشق أيضا الخاص بالمجال العلمي وما يتعلق أيضا بالتواصل الحضاري، لا يمكن أن نغفل دور الأزهر الشريف أيضا في إيجاد تواصل مع أذربيجان طوال الوقت، وزيادة البعثات الدبلوماسية والدينية، ويعني ما يتعلق أيضا باستقبال عدد كبير من الطلاب من أذربيجان داخل أروقة الأزهر الشريف وغيرها من مسارات عمل في هذا الإطار، هذا شق مهم جدا. الشق الآخر أن أيضا طبعا لا يمكن أن نغفل أن منذ تسعينات القرن الماضي والقاهرة وباكو بينهم علاقات متطورة وتتطور، والشق الحضاري مهم للغاية في هذا الإطار، القاعدة الخاصة بالتواصل الحضاري
دائما ما تكون قاعدة أيضا يتم من خلالها تعزيز البناء السياسي والاقتصادي فيما يتعلق بالتعاون الثنائي ما بين الدول، وبالتالي أيضا هذا الأمر مهم للغاية. ما يتعلق بالمجالات أيضا الجديدة كما كنا نتحدث، أنا أعتقد أن ما يتعلق بالطاقة النظيفة تحديدا والتكنولوجيات الخضراء والاقتصاد الأخضر أحد أهم المجالات أو مجالات العمل الجديدة التي ربما تكون لها مستقبل كبير خلال هذه الفترة، خاصة مع استضافة أذربيجان لكوب 29 المؤتمر الأممي للتغيرات المناخية، وبالتالي هذا المحور من المؤكد أنه سوف يكون له حيز كبير للغاية، خصوصا أن مصر أطلقت مثلا منصة نوافتي لدعم الاقتصادات الخضراء والتمويل الذكي وغيرها من الأمور. إذن لدينا خبرات مهمة جدا من الممكن أن يتم نقلها، وهذا تم بالفعل التباحث بشأنه في الاجتماع الذي عقد مع وزارة التعاون الدولي والجانب الخاص بأذربيجان الشهر الماضي، وبالتالي هذا محور في غاية الأهمية. المحور الآخر ما يتعلق بالنقل البحري، أعتقد أيضا أن هذا المحور سوف يكون له أيضا مستقبل مهم للغاية في مجال التعاون ما بين البلدين، خاصة أن مصر حققت بنية لوجستية على صعيد خاصة الموانئ وما يتعلق بتطوير الموانئ المصرية، وأصبحت الآن الدولة المصرية نقطة ارتكاز في غاية الأهمية، بل ربما تكون نقطة الارتكاز الأهم في التجارة الإقليمية، وأيضا أعطت قيمة مضافة لقناة السويس بقناة السويس الجديدة ومحور تنمية قناة السويس وتطوير إمكانيات هذا المحور الاقتصادي المهم، وبالتالي أيضا هذا المحور أو يعني ما يتعلق بالتعاون في مجال النقل البحري والتعاون في هذه المجالات اللوجستية أيضا من المجالات الغاية في الأهمية. أيضا أذربيجان مهتمة بفكرة التصنيع الدوائي، ومصر خطت خطوات كبيرة للغاية في هذا الإطار بالشراكة مع أيضا دول أخرى كبيرة في هذا المجال، وبالتالي أيضا لديها الآن مدينة الدواء ولديها صناعات دوائية متطورة، وأذربيجان أيضا لديها خبرات في هذا المجال، وبالتالي التكامل في هذا المجال أيضا مهم، وده أيضا من أحد المجالات المهمة التي تم التباحث فيها خلال الاجتماع الذي ضم أكثر من 22 مسؤول مع وزارة التعاون الدولي في الشهر الماضي، وبالتالي الكثير من المجالات تنفتح. مصر أصبحت قبلة لكل من يريد أن يعزز من الشراكات الاقتصادية والسياسية والتجارية، لأن ما تتمتع به الآن من استقرار من بنية تحتية من بنية لوجستية من إمكانيات اقتصادية واستقرار داخلي كلها أصبحت عوامل جذب بتجذب الجميع الآن لدعم الشراكات وتعزيز هذه الشراكات وتنميتها. أشكرك جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف. ترتبط مصر مع أذربيجان بعلاقات وثيقة وروابط ثقافية وقيم مشتركة، هذا وقد بدأ التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وباكو منذ عام 1992. تاريخ من العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وأذربيجان، حيث الروابط الثقافية المشتركة والعادات والتقاليد المتقاربة بين شعبي البلدين. وازدادت تلك العلاقات عمقا خلال الآونة الأخيرة، حيث الزيارات المتبادلة والصداقة والأخوة التي تجمع بين قيادتي البلدين، حيث بعثت الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باكو في 27 من يناير عام 2023، بعثت رسالة سياسية مهمة مفادها حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات. وتقوم العلاقات المصرية الأذربيجانية على أساس قوي من التماثل والتقارب، حيث كانت مصر في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر عام 1991، وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي عام 1992. وبعد جولات من المشاورات السياسية بين البلدين، شهدت العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة حالة زخم وحراك لتعكس ما تتمثل تتمتع به العلاقات الممتدة بين القاهرة وباكو من متانة وتميز غير مسبوق، امتدادا للعلاقات الودية الطيبة على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار شهدت العقود الثلاثة الماضية تقارباً مستمراً وتعاوناً دائماً بين البلدين، يعزز تلك التفاهمات السياسية حيال العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أن التعاون الثنائي شهد العديد من الإنجازات الهامة عكسه مستوى التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، وخاصة في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. إذن على كافة المجالات
المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والسياحية، تجمع مصر وأذربيجان علاقات تعاون قوية ومستمرة لتنتظر مستقبلاً واعداً وأفاقاً أرحب. وما زالت متابعتنا مستمرة لزيارة الرئيس الأدري إلهام علييف إلى مصر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، كيف تقرأ هذه الزيارة للرئيس الأدري لمصر وتأثيرها على مستقبل التعاون المشترك؟ يعني هي زيارة طبعا بيكون هدفها دايما فتح أفاق جديدة للتعاون، خاصة وإن بين مصر وأذربيجان العديد من الاتفاقيات، ممكن تنشيط هذه الاتفاقيات في المجال التجاري والاقتصادي، في مجال الاستثمارات، مذكرات تفاهم في مجال السياحة، في مجال الطيران، في مجال التأخي بين بعض المدن في أذربيجان وبين مدن في مصر، أيضا بالنسبة للقضايا المطروحة في المنطقة. فأذربيجان أيضا يعني من الدول التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود 1967، وبالتالي من الدول التي تطالب بوقف القتال وضرورة فتح المجال لتقديم المساعدات، وهذا يتفق مع موقف مصر. أيضا بالنسبة لأذربيجان لها يعني موقف صراع على ناغورنو كاراباخ مع أرمينيا، فبالتالي هي تدرك مدى يعني صعوبة أن يكون هناك في صراع مسلح والسكان المدنيين يضطروا إلى النزوح أو إلى الهجرة وما يعنيه ذلك من مشكلات، خاصة بالنسبة لقطاع غزة وهو محاصر من كل النواحي. التشاور أيضا هي لها علاقة بمنطقة آسيا الوسطى، فهي من دول آسيا الوسطى اللي لها علاقات ثقافية مع مصر باعتبار انها دولة الاغلبية فيها العظمى اغلبية اسلامية، فبالتالي هناك مجال للتعاون الثقافي بين البلدين. من المهم ايضا التنسيق في مجال المنظمات الدولية، منظمة التعاون الاسلامي وايضا الامم المتحدة وغيرها من المنظمات اللي تشارك فيها مصر مع اذربيجان. نعم. طيب سيادة السفير، إلى أي مدى ترى أن العلاقات بين مصر وأذربيجان اتخذت منحنى جديد خلال الأونة الأخيرة عقب زيارة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باكو في 27 من يناير 2023؟ يعني هو في الحقيقة دي تبادل الزيارات على المستوى الرئاسي بيكون فرصة لأن جميع الوزارات وأجهزة الدولة بتبدأ في حمل تنشيط العلاقات. يعني هو في مجال للاستثمار المتبادل، لو ان اذربيجان لديها فرصه في تستثمر في داخل مصر في المشروعات المطروحه، ايضا بحث سبل التبادل التجاري. المشكله ان اذربيجان دوله يعني مغلقه ليس لها شواطئ، وبالتالي التجاره معها لابد ان تمر بدوله ثالثه، يا اما انها تمر عبر ايران الى منطقه الخليج العربي أو أنها تمر عبر الأراضي التركية وأرمينيا إلى البحر الأسود ثم إلى البحر المتوسط، فبالتالي أو إذا كان في تجارة بالنسبة لمواد معينة بتكون يعني من السهل تبادل تجاري عن طريق النقل الجوي، ده بيكون مكلف شوية لكن بتكون في بضائع معينة، فهنا يتوقف على مدى يعني التبادل التجاري بين رجال الأعمال والقطاع الخاص وأيضا قطاع الأعمال التابع للدولة. نعم. طيب فيما يتعلق بالمجالات الأخرى للتعاون، يعني على مدار السنوات الماضية بالقاهرة وباكو بلوار وعلاقات اقتصادية متميزة، وكما ذكرنا خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباكو، خاصة وأنها شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، كيف يمكن البناء على هذا الزخم ليشمل مجالات عدة مختلفة؟ يعني هو الحقيقة المطلوب هو تنشيط هذه المذكرات، لأني يعني أنا حسب ما أتذكر أن في أكثر من حوالي 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم في بتغطي كافة المجالات. المهم هو تنشيط هذه الاتفاقيات ولا تظل ساكنة أو راكدة عن طريق التبادل. مثلا السياحة، احنا لدينا مجال كبير للسياحة
سواء سياحة دينية أو سياحة شاطئية أو سياحة ثقافية، فممكن جدا تنشيط هذا المجال، وهناك مذكرة تفاهم بتتناول هذا. أيضا هل يمكن عمل خط طيران متبادل بين مصر، في مذكرة أيضا للنقل الجوي بين مصر وأذربيجان، دي وغيرها من المذكرات، مذكرة لحماية الاستثمارات. فهنا إذا جاءت استثمارات ما هي المجالات التي يمكن الاستثمار فيها؟ أيضا بالنسبة لتبادل الخبرات في بعض المجالات، إذا كانت أذربيجان لديها مجالات متقدمة سواء في مجالات النقل أو الطاقة، تتبادل هذا مع مصر، أيضا لديها مجالات أيضا متقدمة في مجالات المواني ومجالات النقل البحري وغيرها. نعم سيادة السفير، يعني مصر تبذل جهودا كبيرة لحشد الرأي العام الدولي لدعم القضية الفلسطينية، توافق الرأي فيما بين مصر وأذربيجان إلى أي مدى ترى يأتي في إطار هذه الجهود؟ يعني بالتأكيد أن ما قامت وتقوم به إسرائيل يعني يلقى استنكار جميع دول العالم. هناك الآن يعني قرار من الأمم المتحدة لوضع إسرائيل على القائمة السوداء بالنسبة لقتل الأطفال أثناء الحرب، على أساس عدد الأطفال الفلسطينيين اللي تم قتلهم، وبعضهم تم قتلهم عمدا في مدارس أو في مستشفيات أو في مخيمات. فبالتالي هنا أذربيجان إلى جانب ما أشرت إليه أن هي بتؤيد حق فلسطين في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الآن ترى أن ما تقوم به إسرائيل أن ده دولة احتلال معتدية بتحرم الشعب الفلسطيني من حقه، وبتحرم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حقه في الحياة، وبتحول قطاع غزة إلى مكان لا يستطيع البشر أن يعيشوا فيه، وشفنا كمية الدمار يوميا على شاشات التلفزيون. فهذا طبعا في توافق تام مع مصر في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ضرورة رفع الحصار لإنفاذ المساعدات، منع التهجير القسري، أيضا فتح المجال لحل القضية الفلسطينية حتى يتم الاستقرار، لأن بدون حل القضية الفلسطينية سيستمر هذا الصراع. نعم طيب سيادة السفير، هناك أيضا مجال مطروح للتباحث فيما بين الجانبين المصري والأذري، وهو مجال التغيرات المناخية في ضوء استضافة مصر السابقة لكوب 27 واستضافة أذربيجان القادمة لكوب 29، خاصة وأن هناك يعني توجه لحشد التمويل مع تضرر الدول النامية جراء التغيرات المناخية، لأي مدى أيضا هذا الملف يأتي من ضمن أبرز الملفات المطروحة للنقاش؟ يعني بالتأكيد أن أذربيجان هيتم التشاور على نطاق واسع مع مصر، أنها استضافت كان من أنجح المؤتمرات اللي هو كاب 27 اللي تم استضافته في شرم الشيخ، وإذا كان الاستعانة ببعض الخبرات سواء في التنظيم أو في الترجمة لمساعدة مع الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة بتتولى التنظيم، ولكن مصر لديها كوادر كبيرة من التنظيم في هذا المجال. هذا إلى جانب جهود مصر مع الدول الأخرى لكيفية التعويض عن الخسائر والأضرار التي تصيب الدول النامية جراء التغيرات المناخية. وإحنا بنشاهد الآن في مصر لم يسبق أن كان في موجات حر بهذا الشكل، أيضا في دول أخرى، فده بيأثر على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية وعلى كميات المياه التي تتبخر إلى آخر كل هذه المشكلات. أيضا بالنسبة لاختلاف الفصول، بتخلي في اختلاف الفصول وده بيؤدي إلى تغيرات كبيرة جدا بتأثر على حياة الإنسان. فبالنسبة لتنظيم المؤتمر، الاستفادة مما تم واللي استكمل في الإمارات بعد ذلك، وإن إيه الخبرات اللي ممكن تتقدم، وإيه اللي تم الصندوق الذي أنشئ للتعويض عن الخسائر والأضرار، عن الأضرار اللي تصيب الدول النامية، لأن الدول النامية هي المظلومة في هذه العملية، لأن الدول المتقدمة هي أكبر مصدر للتلوث. يعني نجد إن لو جمعنا الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وعدد من الدول، نجد إن التلوث من هذه الدول بيصل إلى أكثر من 70% من صحيح نسبة التلوث في العالم، وبيصيب أفريقيا ودول النامية بكل الأضرار اللي أشرت إليها في التغيرات المناخية. بتأدي في بعض المناطق في أفريقيا زي مثلا بحيرة تشاد اللي بتغذي حوالي 6 دول
البحيرة دي تناقصت مياهها في العقدين الأخيرين بنسبة 40%، فهنا دي تغيرات مناخية فإنها بتأثر. ولذلك صندوق الخسائر والأضرار يجب أن تموله الدول المتقدمة اللي هي متسببة في التغيرات المناخية. طيب هل ترى سيادة السفير أن هذا الملف شديد الأهمية، ملف التغيرات المناخية، هل تراجعت الأهمية في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسيطرتها على يعني جدول مباحثات الرؤساء بشكل عام؟ يعني هو بيبقى لها مساحة كبيرة باعتبار أن دي بيبقى أثرها مباشرة وواضحة للعين، اللي هي الخسائر المادية والبشرية وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة والتهديد بتوسيع دائرة الصراع بأن أطراف أخرى تنضم للصراع، وإحنا بنشوف كل مدى بيزيد التوتر والاشتباك ما بين جنوب لبنان وبين إسرائيل، وإن أيضا بالنسبة للحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق وغيرها، فبالتالي ده السبب الظاهر. ولكن هذه الحروب أيضا لها تأثير على المناخ، يعني كمية القنابل التي ألقتها إسرائيل على قطاع غزة بلا شك أنها أثرت أولا على التربة الزراعية، أثرت على المناخ، أثرت على حياة الناس في هذه المنطقة، فده أيضا تلوث للبيئة، لأن هذه المواد فيها مواد ملوثة للتربة ومواد ملوثة للحياة، وأصابت الأطفال بأضرار بالغة. منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن هناك أمراض خطيرة ظهرت بتهدد الأطفال في قطاع غزة، فهنا يعني لها جانبين، الجانب اللي هو خاص بالصراع والجانب الآخر اللي هو خاص بالتغيرات المناخية نتيجة استخدام هذه الأنواع من الأسلحة بكثافة غير مسبوقة. نعم سيادة السفير، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية فيما بين مصر وأذربيجان، هناك توجه واضح في السياسة الخارجية المصرية لدعم العلاقات مع دول لم تكن يعني على جدول الاهتمام من قبل، هل ترى أن دعم التعاون السياسي والاقتصادي يمكن أن يتم بدون توجيه الدعم اللازم للعلاقات الثقافية؟ يعني هو المطلوب يعني، وانا دايما من هذا الراي، ان يكون في تنوع في علاقتنا الاقتصاديه مع الدول الصغيره والمتوسطه، لان بيكون قائم على اساس المصالح المشتركه فقط دون فرض مشروطيات سياسيه كما يحدث من الدول الكبرى او من المؤسسات الماليه الدوليه. التعاون مع هذه الدول يحتاج الى شبكة من التبادل التجاري والاقتصادي والاستثمار، بحيث تكون العلاقات قائمة على أسس مادية موضوعية بتؤدي إلى مصلحة مشتركة، كل طرف بيهمه أن هذه المصلحة تنمو لأن فيها فايدة للطرفين. فهنا زي ما أشرت بالنسبة لأذربيجان في التجارة مشكلة النقل، هناك مشروع كان تم بحثه في منطقة الخليج في العام الماضي، وأنه هو إنشاء خط سكة حديد يربط دول اسيا الوسطى بمنطقه الخليج، لو حدث هذا ده هيكون طفره كبيره هتؤدي الى سهوله التجاره مع هذه الدول. بالنسبه للاستثمارات يعني ما هي المشروعات التي نستطيع ان نقدمها لاذربيجان اثناء زياره الرئيس الحاليه وزياره الرئيس السيسي السابقه العام الماضي للاستثمار في هذه المجالات، لان هذه المشروعات ايضا بتكون عبارة عن نقل خبرة ورأس مال وتبادل مصالح مشتركة، المستثمر بيحقق فايدة واحنا بنحقق تنمية وعمالة وقيمة مضافة. نعم أشكرك جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف. ترتبط مصر مع أذربيجان بعلاقات اقتصادية وتعاون مشترك في عدد من المجالات، هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 25 مليار و885 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022. تطور العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وأذربيجان في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص. وعلى مدار السنوات الماضية بلورت القاهرة وباكو العلاقات الاقتصادية المتميزة والتي تجلت في العديد من المواقف واللقاءات
اللقاءات وأبرزها الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة جمهورية أذربيجان في يناير عام 2023 كأول رئيس مصري يزور أذربيجان، والتي مثلت دفعة قوية وتأكيدا على متانة العلاقات بين البلدين، حيث شهدت التوقيع على 3 وثائق في مجالات عدة منها الري والتجارة. في الوقت نفسه تتواصل استعدادات الدورة 6 من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية بالقاهرة خلال العام الحالي بعد الانعقاد الناجح للدورة 5 التي عقدت في العاصمة باكو خلال عام 2022، ونتج عنها توقيع 4 وثائق في مجالات متعددة، وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرية، والتعاون التجاري والاستثماري والنقل البحري. المباحثات المصرية الأزرية في اللجنة المشتركة شملت التعاون المشترك في مجال التصنيع الدوائي وتصدير الأدوية المصرية لأذربيجان وتصدير المنتجات الغذائية بين البلدين، والتعاون في مجال النقل البحري ونقل البضائع وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وتصنيع الكابلات الكهربائية، والتعاون في مجال الطيران. لتبقى الفرص الواعدة في انتظار الجانبين خلال الفترة المقبلة في ظل إرادة سياسية جادة نحو تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين. إذا مشاهدينا، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل منذ قليل ضيف مصر الرئيس الأذري إلهام علييف بقصر الاتحادية، حيث استعرض رئيسان حرس الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين.
القائد احمد مراد من الحرس الجمهوري، حرس الشرف جاهز لتفتيش الغزو. إذا تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لنظيره الأدري بقصر الاتحادية. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية تغطيتنا الحية والمستمرة لزيارة الرئيس الأدري لمصر، ومتواصلون مع حضراتكم على مدار الساعة وخلال خدماتنا الإخبارية اللاحقة لنقل ما يستجد من فعاليات للزيارة. شكرا لكم.